السلام عليكم. اليوم نعاود نولي للموضوع نتاع الطاقة الهيدروجينية، وتطرق لبعض النقاط اللي لم أتطرق إليها في الفيديو السابق. أولا، وهي نقطة مهمة، قضية المقارنة بين الطاقة الهيدروجينية والقنبلة الهيدروجينية أو الطاقة النووية الهيدروجينية، لأنه فيه قنبلة ما تسمى لابومب أش، واللي تم اختراعها من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، وفيه تعطي تمت طاقة هيدروجينية كبيرة جدا، يعني فيه هي سلاح تم استعماله من طرف أمريكا. وهذه الطاقة الهيدروجينية تعتبر طاقة هيدروجينية وتمشي بالمبدأ نتاع تجميع ذرات الهيدروجين، ثم في عملية لافيزيون تسمى بلافيزيون، ثم يعني خلق أو بروفوكي عملية على فيسيون، وهي فصل الذرات الهيدروجين لتكون طاقة، باش تمت الطاقة وتسمى الطاقة النووية الهيدروجينية. ما الفرق بين هذه الطاقة والطاقة اللي نتكلم عليها نتاع الإنتاج نتاع الطاقة الهيدروجينية لاستعمالها في حياتنا اليومية، والتي أبدعتها خاصة ألمانيا؟ إذن الطاقة الهيدروجين، الفصل، الفرق ما بيناتهم هذه الزوج طاقات. في الطاقة النووية هي البروتونات تجمع في نفس النواة، نواة واحدة فيها زوج بروتونات الداخل، وهذوك البروتونات عندما يتم فصلهم من عملية لافيسيون، سكون أبل لافيسيون، ثم تكون هي هذه الطاقة النووية. لأنه باش تجمع بروتونات، زوج بروتونات، لأن الهيدروجين فيه بروتون واحد وإلكترون واحد، وكي دير الطاقة النووية تجمع زوج بروتونات في نواة واحدة. وباه تجمع زوج بروتونات في نواة واحدة نديرو عملية لافيزيون، وهذيك العملية تاع لافيزيون تتطلب طاقة كبيرة جدا، لأن صعيب 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 باش تجمع زوج بروتونات في نفس النواة. لهذا السبب، لأن الطاقة النووية نسموها النووية لأنها تستعمل النواة اللي جمع زوج بروتونات ثم يكسر النواة هذيك. بهذا السبب، لأن تنطلق طاقة نووية كبيرة جدا. أما الفرق مع الطاقة الهيدروجينية اللي نتكلم عليها، هي نديرو زوج بروتونات، كل بروتون في نواة تاعه وحده، هذا فرق كبير، ماشي في داخل نواة واحدة، زوج بروتونات كل واحد في، يعني زوج ذرات تاع هيدروجين منفصلين ماشي في نفس الذرة. إذن هذا هو الفرق. ولهذا السبب الطاقة الهيدروجينية المستعملة ما عندهاش القوة اللي عندها في الطاقة النووية عندما نجمع زوج بروتونات في نفس النواة. إذن هذا هو الفرق ما بين الطاقة النووية والهيدروجينية والطاقة الهيدروجينية بصيغة عادية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي حبيت نتطرق إليها، وهي أنه عملية التخزين نتاع الهيدروجين، وأدعوكم لمشاهدة الفيديو الأول أولا باش يعني باش نفهموا واش رانا نقولوا الآن، يعني بعض الأشياء تكلمت عليها في الفيديو الأول ما راحش نعاودها. إذن نتكلم عن النقطة الثانية، هي قضية تخزين الهيدروجين، هو اللي هو اللي عنده الكثافة ضعيفة جدا، يعتبر غاز، ياخذ يعني باش تخزن انت الهيدروجين لازم لك يعني فضاءات كبيرة جدا باش تقدر تدير حجم كبير. اذا هذا مشكل التخزين، مشكل، لان الهيدروجين غدا دونسيتي تاعو فابل، صافي باش تخزن انت الهيدروجين لازم لك بزاف الخزانات، فضاءات كبيرة. اذا الحل هو كومبريسيوه، نضغطوه تحت الضغط باش في عمليه سكونافا، العمليه تاع لا ليكيفاكسيون، عمليه يعني تمييع، عاد نرجعوه سائل باش ما يحكمش الحجم الكبير. يعني نفس الشيء كيما لو جي بي ال،
لو غاز ناتورال ليكيفيي اللي نضغطوه باش ما يرفدش الحجم باش نشحنوه في البواخر ثم نعاودو نرجعوه الى غاز باش ما ياخدش حجم كبير. اذا القضيه تاع التخزين تاع الهيدروجين لازم تكون عندنا منشات في اماكن ومنشات تاع لا ليكيفاكسيون باش نضغطوا لهذاك الهيدروجين باش نرجعوه سائل باش نقدروه نخزنوه على على يعني بصفه سائل باش نقدروا نخزنوا بكميات كبيره للاستعمال اذا لتحويلها الى طاقه كهربائيه. اذا هذا هي النقطه الثانيه اللي حبيت نتكلم عليها. وكذلك فيه نقطه اخرى وهي قضيه التلوث البيئي. قلنا باللي الهيدروجين الطاقه الهيدروجينيه غير ملوثة هي يعني الطاقة الهيدروجينية علاش غير ملوثة؟ أولا عندما نديروا العملية العكسية من نعاود نسترجع يعني الهيدروجين نرجعه إلى ماء فهذه العملية تمد لنا ماء سوف تنتج لنا ماء ماء زائد طاقة اللي نستعملها ككهرباء. إذن هذه هي العملية. أين تكمن عملية التلوث؟ العملية يعني التلوث يكمن في عملية إنتاج الهيدروجين. إذا كنا ننتج الهيدروجين انطلاقا من الغاز أو من المحروقات، إذا استعملنا المحروقات واستخرجنا الهيدروجين من المحروقات فهذا سوف يعطي لنا بعض التلوث لأنه سوف ديجاجي الكربون وهذه ملوث. وكذلك قد يكون ملوثا إذا استعملنا الماء لكن يعني الطاقة يعني تاع التحليل الكهربائي اللي باش ننتج الهيدروجين نستعمل فيها الغاز لإنتاج الهيدروجين لكن من الماء وهذا كذلك يعتبر ملوث ولكن تلويث قليل جدا. هنا نتكلم عن الهيدروجين الأزرق وإذا استعملنا الكربون واستعملنا المحروقات نتكلم عن الهيدروجين الرمادي. في هذه الحالات التلوث يكون موجود لكن ضعيف جدا مقارنة بالتلوث الذي تنتجه استعمال المحروقات بصفة عامة كما راهي الحالة حاليا نستعمل محروقات كثيرة وهذا أكثر تلوث بكثير من يعني إذا استعملنا الهيدروجين إذا الطاقة الهيدروجينية. بالنسبة إلى الخطورة تاع هذه الطاقة الهيدروجينية، الخطورة ما كانش خطورة هي إمكانية يعني حدوث حوادث ولا ديزاكسيدون. هذه الحوادث لا تكون أكثر من مثلا هي الحوادث تقدر تكون في قضية التخزين تاع الهيدروجين. لكن مهما كانت هذه الحوادث ومهما كانت هذه المخاطر فهي أقل بكثير من المخاطر التي قد تنتج عن استعمال الجي بي ال الغاز الطبيعي المميع. أو احنا شفناها هنا في الجزائر عندنا سيارات تمشي بالغاز الطبيعي المميع هي فيه في بعض الحالات بعض الحوادث لكن قليلة جدا. وكذلك يعني كاين يعني دول أخرى تستعمل الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء كفرنسا ويعني والمخاطر أكبر بكثير. لكن التكنولوجيا إلى يومنا هذا متطورة وتطورت وما زال تتطور يعني أكثر أمن وأمانة لاستعمال الطاقة الهيدروجينية. فيه بعض الخطوات مهمة جدا لتفادي المخاطر هذه لا بد تكون يعني هذا أمر طبيعي تكون فيه يعني دي مزير يعني خطوات لتفادي أي مخاطر. إذن من المخاطر في أي على أي حال في جميع الحالات هي أقل بكثير من الطاقات التي نستعملها إلى يومنا هذا. كان بعض السؤال واحد السؤال مهم جدا ويعني سؤال قد يتبادر للناس أنه
قضية المياه، المياه المستعملة. إذا احنا بدينا نصدر طاقة الهيدروجينية لازم نستعمل الماء، هذا أمر لا مفر منه، ونستعمل الماء في الأماكن وين كاينة الطاقة الشمسية، يعني في الصحراء إذا بدلنا مركبات لإنتاج الهيدروجين سوف يعني نديروها في الصحراء، هذا أمر لا بد منه لأن الطاقة الشمسية موجودة في الصحراء أكثر. إذن هنا يطرح السؤال نتاع يعني هل المياه الموجودة حاليا يعني الاحتياطات الجوفية تاع المياه تكفي للاستهلاك نتاع الوطني داخلي وكذلك لاستعمالها في إنتاج الهيدروجين؟ إذن هنا لازم تكون فيه دراسة، تكون فيه دراسة على الكمية تاع المياه اللازمة لإنتاج 1 ميجاوات مثلا، لإنتاج 1 ميجاوات من الكهرباء بطريقة هيدروجينية باستعمال الهيدروجين الأخضر، كم يستهلك من الماء؟ هذه الدراسة لازم نديروها، لازم نعرفوا شحال لازم باش نعرفوا يعني واش راح نربحوا من هذه الطاقة، واش راح نخسروا في قضية الاستهلاك تاع المياه الجوفية، لأن سوف أكيد سوف راح نروح نستعمل المياه الجوفية تاع الصحراء. إذن هذا السؤال يبقى مطروح يعني إلى يومنا هذا. وكذلك سؤال آخر يقول لماذا الدول الأوروبية عندها الماء أكثر منا، وليش ماشي هي اللي تنتج الطاقة الهيدروجينية في بلادها؟ احنا نقول لهم باللي الطاقة الهيدروجينية تكون عندها فايدة إذا استعملت الطاقة الشمسية، أو على الأقل إذا استعمل الغاز في إنتاج الهيدروجين، وهذه الزوج عناصر الهيدروجين الغاز والطاقة الشمسية موجودة في الجزائر مش موجودة في ألمانيا، ما عندهمش الزوج حوايج. وهذا السبب اللي الآن أصبحنا نهتم بالجزائر، وألمانيا دارت عدة اتفاقيات لإنتاج هذا الهيدروجين في الجزائر. وكان من قبل، كان من قبل هذه لازم نرجع للتاريخ، كان من قبل مشروع تاع ديزرتاك اللي كان يعني الهدف نتاعو هو إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في الجزائر، يعني كان مشروع ألماني جزائري لإنتاج الكهرباء، وهذا المشروع كان يعني ألمانيا كانت مهتمة به كثير. إذن المشروع هذا تحول من إنتاج الكهرباء و يعني نقلوها إلى أوروبا، إذن تحول إلى إنتاج الهيدروجين ونقل الهيدروجين عوض نقل الكهرباء. إذن شيء هذا إيجابي جدا. إذن نعود نولي القضية تاع الماء، يبقى السؤال مطروح يعني الاستهلاك تاع الماء نتاع الاحتياط، هو الماء يعني الأغلب هو الاحتياطات المائية الجوفية، وكذلك يعني بعض المياه اللي تجي من الأمطار، من أمطار لإنتاج الطاقة الهيدروجينية. إذن في انتظار الدراسة اللي تعرفنا يعني تكون تعريف دقيق للكميات المستهلكة لإنتاج يعني كمية معينة من الكهرباء، هذه المقارنة لازم تكون لنعرف مدى نجاعة ومدى مردودية هذا المشروع تاع إنتاج الكهرباء عن طريق الهيدروجين. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.